السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وبإعلان جديد للوظيفة في قطر. أعلنت شركة نفط الشمال للبترول في دولة قطر، وذلك عن طرح عدد من فرص التوظيف الشاغرة لديها للعديد من التخصصات في قطاع البترول، وإليكم المزيد من التفاصيل فيما يلي. من بين الوظائف المطلوبة: مطلوب قائد طرق التفتيش، مطلوب مشرف مساعد، مطلوب مهندس الخزان الرئيسي، مطلوب جيوفيزيائي أول، مطلوب قائد سلامة العمليات اللوجستية، مطلوب كبير مهندسي الجاهزيات والضمان للعمليات. أما بالنسبة لطريقة التقديم في الوظائف الشاغرة بالشركات، فعلى راغبي التقديم للعمل في الشركة يرجى التسجيل عن طريق زيارة الرابط الموجود في أسفل الفيديو في وصف هذا الفيديو. أما بالنسبة للجنسيات المطلوبة، مطلوب قطريين وجنسيات أخرى. شكرا لتتبعكم، وإلى إعلان جديد لوظيفة جديدة بدولة قطر.